السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: معاناة مستمرة للمدنيين في محافظة البصرة بسبب تلوث المياه، هذا الأمر يستمر في المحافظة. في العنوان الثاني: مواكب حسينية في البصرة تتحول إلى مظاهرات ورفض لعمليات القمع القائمة في المحافظة. ولدينا أيضا في عناويننا: مظاهرات في النجف ضد فساد الأحزاب الحاكمة ورفضا لوجودها وميليشياتها. وفي العنوان الرابع: مواكب حسينية في ذي قار أيضا تتحول إلى مظاهرات رافضة للفساد وللأحزاب الحاكمة. نشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مواطن من قضايا أبو الخصيب في محافظة البصرة وهو يكذب ادعاء الحكومة بشأن حل مشكلة المياه الملوثة، فلنشاهد. هذا حال مال الإسالة في نواحي أبو الخصيب، يكذبون على الناس، يقولون أننا عالجنا مشكلة الملوحة ومشكلة المياه، ولا زالت التظاهرات مستمرة لأن الحقوق لا تنتزع إلا بالقوة. تبا لكم أيها الفاسدين، مياه صالحة للشرب لا تستطيعون أن توفروها للناس، قسم الله ظهوركم وأخذ الله منا حقوقنا، أخذ حقوقنا منكم في الدنيا قبل الآخرة. سأل الله ينتقم منكم إن شاء الله، الله ينتقم منكم إن شاء الله، فردا فردا، من أصغر موظف لأكبر موظف بالحكومة القذرة. هذا مالي رسالة، الله ينتقم منكم إن شاء الله. نستمر في هذا الملف ونتابع مع حضراتكم الآن معاناة أهالي البصرة تستمر مع المياه الملوثة والغير صالحة للشرب، ونعرض لحضراتكم الآن مقطعا يثبت أن المياه المحملة بالأتربة والأوساخ تصل خزانات منازل البصريين. أيضا في البصرة نبقى: بعد انقطاع يومين مياه غير صالحة للاستحمام والشرب تصل منطقة القبلة في البصرة. وها صار لنا يومين انتهى الماي، ثالثة هذا الماي جانا قبلة قرب حسينية حبيبنا مظاهر، لا ينسبح بيه ولا يتغسل بيه، هذا الماي التعب. المشكلة مشاهدينا الكرام عندما تشاهدون الجلسة البرلمانية الخاصة أو الطارئة التي عقدت من أجل مناقشة قضية البصرة، ونشاهد الوزارات ونشاهد النواب وهم يلقون باللائمة واحدا على الآخر، يحمل البعض مسؤولية للبعض الآخر حول ما يحدث في محافظة البصرة من معاناة في المياه ومن مآسي. نجد معنى للإهمال الحقيقي لهذه السلطة، نجد معنى عدم الاكتراث، نجد معنى التنصل من المسؤولية. لا يوجد مسؤول في العراق حاليا يعترف بفشله وبخطئه بنفسه، الكل يلقي باللائمة على الآخر، وبالتالي لن توجد هناك حلول ناجعة جذرية لأي مشكلة في العراق طالما وجد هذا التفكير وهذه العقليات. نبقى في محافظة البصرة. موكب حسيني في محافظة البصرة يستذكر ضحايا المظاهرات من خلال تشييع رمزي، فنشاهد. اليوم مبادرتنا احنا حتى نثبت العهد انه الاهالي الشهداء، انه احنا هذا العهد مستمر. ارواح اللي ماتت، طبعا التجميع مال الشهداء اللي هو 21 شهيد من 2010، من شهيد الكهرباء اللي هو الاول اللي هو حيدر سلمان داوود اعتقد هيك اسمه، لحد منتظر الحلفي، لحد الشباب اللي استمرت لحد هذا اليوم اللي هو 21 شهيد. فقررنا احنا شباب الاعتصام نفسنا، شباب الخيمه هاي تراكمية اللي مات السنين كذا، فقررنا اليوم نسوي مسير خاص للشهداء بحت. اوكي، فهذا المسير عبارة عن ثلاث كراديس، كل كردوس الى عمل الخاص. الكردوس الاول راح يصير فليكسات عبارة عن شعارات وطنية بحتة، لا نقصد بها رمزية، لا نقصد بها شخص، لا نقصد بها اي واحد، وتكون بها علامة عراقية وراية الامام الحسين. والكردوس الثاني اللي هو اسمه احداث الثورة، راح يكون اكو 10 ممثلين
يشبهون القمع اللي مرينا به، الغاز المسيل التسمم اللي ما اعرف ايش، هاي الاحداث اللي مرينا بها. والكردوس الثالث اللي هي حصيله التظاهرات بالبصره، اليوم ما حصلنا لا ماء لا كهرباء من الحكومه لا تعيين، فحصلنا شهداء. فانا حتى بهذا الشهداء بهاي الدماء الزكيه احنا نفتخر بها، فهذا ما احب اضيف بعد. نبقى في البصرة، متظاهرو البصرة يستذكرون ضحايا المظاهرات من خلال مواكبهم ويؤكدون استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها، فنشاهد. حسين حسين مودك دولتهم، حسين ثورة على الظلم، الحسين مودك دولتهم، حسين ثورة على الظلم. احنا البصرة احنا الطاف، هاي شبابي 22 شاب 23 شاب، ليش طلع شي طالب حقك وحق غيرك تخلص العشرة، تخلص محرم، يخلص محرم البصرة كلها تكون، كل البصرة تطلع وحق هاي الشباب كلها ما يضيع. في نفس المحافظة نبقى، مسيرة موكب شهداء الثورة في محافظة البصرة تمضي بمشاركة من متظاهري المدينة. سيبقى إلى أبد الآبدين. هل تعلمون ما هو الشعار؟ شعار الحسين هو هيهات منة بالله، هيهات منة بالله. نعم فليسمعنا الجميع، ارفعوا أصواتكم، هيهات منة بالله. رحم الله جميع الشهداء، رحم الله الثائرين، رحم الله المجاهدين. نستنتج مما شاهدنا أن هناك ربضاً كبيراً شعبياً واسعاً للحكومة ومن معها وما قاموا به من قمع وقتل وتغييب لكثير من المتظاهرين. ولكن سنستمر مع حضراتكم بعرض مقطع آخر من محافظة البصرة. متظاهر من البصرة يتحدث عن ما تسمى بالمعارضة التي استلمت الحكم بعد 15 عاماً وينتقد بشكل صريح المرجعية الساكتة عما يحصل. اعطيني مجال يا ولد، لا بلا تجاوز. ألف رحمة على روح صدام حسين. طارق عزيز عند لقاء مؤتمر بالأربعة وتسعين ولو طولت عليك، بس لكن النقاط على الحروف خلنا خليها لك. قالوا له شنو رأيك، شلون أنت سمذيع طلع من المؤتمر، قالوا له شنو رأيك بالمعارضة العراقية؟ صفن أريد أذكر نور المالكي وما استثني كل جهة سياسية وحزبية بالعراق، راح أذكركم بهي الكلمة. إيش قال طارق عزيز؟ قال له نعم، قال المعارضة خارج القطر. قال له يا أخي ذولي مو معارضة، ذولي مجموعة لصوص راح ينهبون البلد. طببت أمريكا وتعاققت وياهم، حيدر العبادي بعت القضية، احمد الصافي اللي جيت من قبل المرجعيه، اللي هاي الشباب خلوك لابس عمامتك، هاي الشباب هاي الواقفه خلوك لابس عمامتك، خليتهم يقابلونهم برصاص، هم بمن جايين؟ بس بكمامه وشفقه، بس بكمامه وشفقه. نقول عتبنا عليه من؟ عتبنا عليه من؟ عتبنا الاول والاخير على المرجع، عتبنا الاول والاخير على المرجع. مثل ما انطيت لحظه، مثل ما انطيت فتوى بحق هاي الناس اللي قاتلت ووصلت العتبات المقدسة، اعطي فتوى بهم تثبت جدارتك وتثبت انت انسان شريف وتثبت انت هويتك عراقي. ازداد الوعي الشعبي لدى الناس في العراق، متظاهرون وغيرهم، انه لا مجال لهؤلاء الفاسدين، لا مجال لهؤلاء اللصوص او القتلة كما يصفهم الشعب. هؤلاء لم يعد لهم مكان في هذا البلد، لقد نهبوا ما يكفي، دمروا هذا البلد بما فيه الكفاية. الآن شعب مهجر جائع يعاني بالمعتقلات، يعاني بالتهجير، يعاني من كثرة الطائفية التي غذي بها هذا البلد عن طريق الاحتلال ومن جاء معه. وبالتالي هنا العقول تتفتح، هنا عقول الشباب تتفتح وتفهم حقيقة ماذا يحدث، تفهم حقيقة كيف يتم التلاعب بالدين لأغراض سياسية.
نبقى مع موضوع المظاهرات والمواكب الدينية. موكب مظاهرات النجف يهتف ضد الحكومة والأحزاب الحاكمة، ويؤكد المتظاهرون أن الأحزاب سرقت البلد باسم الدين. نبقى في هذا الإطار، متظاهرو النجف يرددون هتافات ضد الأحزاب الحاكمة، وذلك خلال مشاركتهم بالمواكب الحسينية. الله الله أكبر، الله الله أكبر، يا حسين يا حسين مخبرك أحزاب نهبت من سنين، هذا المولى دين العدها وتحكم باسم الدين، يا حسين مخبرك أحزاب نهبت من سنين، هذا المولى دين العدها وتحكم باسم الدين. طفك صرخة أحرار ماشين بدربك قوة، من طفك صرخة أحرار ماشين بدربك قوة، واللي يمشي بدربك بخلاص أبدا ما يخسر. الله الله أكبر. الله. عندما تخرج المظاهرات من محافظة النجف، ربما قد يكون لها معنى آخر بخلاف المظاهرات التي تخرج ببقية المحافظات العراقية. النجف يعني مركز المرجعية، يعني الجهة التي دعمت هذه السلطات، يعني الجهة التي ساندت الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال، الجهة التي سوغت بطريقة دينية ما يحدث الآن في العراق، أعطت شرعية لوجود ميليشيات، دعت إلى تشكيل فصائل الآن هي متهمة بالطائفية وقتل العراقيين. وبالتالي عندما تخرج المظاهرات من مدينة النجف، من محافظة النجف التي تعتبر مركز المرجعية، هذا له دلالات قوية وواضحة على مدى الوعي المجتمعي الآن لدى الشارع العراقي، وأنه يكفي من هذه الأحزاب ويكفي من هذه الجهات التي تتحدث باسم الدين، لأنها جهات باطلة. وبالحديث عن الباطل، موكب الحسيني بالديوانية يردد هتافات ضد الأحزاب ويصفها بالباطلة. الله الفاضل، الأحزاب الفاضل، الكناية، الحسين.
القافية الديوانية موكب حسيني آخر يردد هتافات ضد الأحزاب، وأيضا يصفها بأنها أحزاب فاسدة وفاشلة. نرفض كل الأحزاب اللي ضاقت باسم الدين، نرفض كل الأحزاب اللي ضاقت باسم الدين، أيوه نقطع لا ما نرجع واللي يصير يصير، لا نقطع لا ما نرجع واللي يصير يصير، من حسين ونتعلم لا نركع ولا نندم، من حسين ونتعلم لا نركع ونصيح بعالي الصوت احنا المذلة، ونصيح بعالي الصوت احنا المذلة، أحزاب السلطان باقتني ونهب الثرواتي، أحزاب السلطان باقتني ونهب الثرواتي، إن جابت داعش والإرهاب وهم هم كلاتي، جابت داعش والإرهاب وهم هم كلاتي، حتى أهالي محافظة المثنى يهتفون ضد الأحزاب من خلال مواكبهم. القاعد يحتف للوادي مشلون بهنة، القاتل طبعه قوان بتيار الحكمة، القاعد يحتف للوادي مشلون بهنة، والقاتل طبعه قوان بتيار الحكمة، إلهي لسان أحزاب الجيل المصري دمعون أخواني من إنجازات النصرة والحق العدالة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بفقرة آرائكم لدينا موضوع مهم للغاية أن نعرضه لحضراتكم لكي يعلم الجميع كيف تتعامل الحكومة والجهات الأمنية معها مع المتظاهرين. بيان لخلية الصقور تصف المعتقلين فيه بالبصرة بالمندسين وتحملهم مسؤولية الحرق والقتل للمتظاهرين لتبرير اعتقالهم لهم من خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية. هذا هو البيان على صفحة فيسبوك، كما تلاحظون الخلية خلية الصقور الاستخباراتية تقول مجموعة من المندسين والمخربين الذين استغلوا المظاهرات السلمية وقاموا بالاعتداء على رجال الأمن والدفاع المدني بأعمال تخريب وحرق واعتداءات غير مبررة. طبعا بإمكانكم الاطلاع على النص الكامل على الصفحة الرسمية لخلية الصقور. هكذا تتعامل القوات الحكومية مع المدنيين. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. كمال الحسناوي يقول: ليس هناك مندسين إلا من الحكومة، ولا أعتقد يمكنكم اعتقالهم، يا ريت تتحققون بالمسبب الرئيس في عدم إيصال الماء للبصرة مع الخدمات الأخرى وأولها الصحة. في تعليق آخر فلاح يقول: نطالب من خلية الصقور معرفة من أطلق النار على المتظاهرين السلميين وأردى 16 شهيدا ومئات الجرحى والآلاف حالة أو آلاف حالة الاختناق جراء الفلفل والغاز المسيل للدموع. أليس قولكم القانون فوق الجميع؟ حالات موثقة بالفيديوهات والصور كثيرة تثبت حرق مجلس المحافظة من قبل أحد أعضاء المجلس، هل تحققتم من مصادركم؟ في تعليق آخر ماهر يقول: على الصقور القضاء على الميليشيات والأحزاب التي تهدد أمن المواطن والدولة إذا فعلا عندكم عدالة. زينب تقول: ما هو موقفكم من ميليشيات إيران العصائب وبدر الذين قتلوا أو الذين قتلوا وقمعوا وعذبوا شبابنا لأنهم طالبوا بماء صالح للشرب؟ وفي آخر التعليقات مرتضى يقول: المعتقلين حسب أقوال النائب السكيني ناشطين في المظاهرات، إلى متى الإرهاب والقمع؟ هذا السؤال يوجه إلى الحكومة وإلى قواتها الأمنية. نراكم بعد قليل. قتلونا وجوعونا باسم الحسين، هذا هو الهاشتاج الذي تفاعل معه النشطاء العراقيون. دعنا نشاهد التغريدات التي جاءت من إحدى المغردات تقول: فعلاً
جوعونا باسم الحسين، لماذا تنفق كل هذه الأموال سنويا على المواكب الحسينية ولا تنفق على المحتاجين والأيتام والأرامل والمهجرين؟ وأيضا تغريدة أخرى، تهاني تقول: نهبوا ودمروا وسرقوا باسم الإمام الحسين، أحرقوا قلوب الشعب العراقي باسم الإمام الحسين، وفي الزيارات يضحكون على الشعوب بمآتم وطبخ ولطم باسم الإمام الحسين، والإمام الحسين عليه السلام بريء من كل معمم وسياسي كذاب. في تغريدة أخرى أحمد يقول: ولازلنا عندما نراهم يلطمون صدورهم أمام الكاميرات نتناسى ما فعلوه ونتقاتل من أجلهم. إذن كان هذا ما لدينا بفقرة الهاشتاج، نراكم بعد قليل. بفقرة بعد الهاشتاج، الموضوع الأول عن معاناة المرأة العراقية في عراق ما بعد الاحتلال، دعونا نتعرف عليها. لدينا أيضا موضوع مهم للغاية ومتعلق بحياة المواطن العراقي، مفاعل الرابع عشر من تموز النووي وتبعات تفكيكه طبعا بعد أن تم تفكيكه بالكامل. وفي الختام أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.